حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل يدخل الله عز وجل الناس الجنة والنار قبل يوم القيامة؟ وهل يوجد من ينعم في الجنة أو يعذب في النار الآن؟ هذا في البرزخ، في القبر، نعم، في البرزخ نعم، يأتيه من عذاب النار إن كان والعياذ بالله من أهل النار، ويكون حفرة، يكون قبره حفرة من حفر النار، ويأتيه من الجنة إن كان من أهل الجنة، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. هذا في القبر. أما في الدنيا قبل الموت لا، أمور الآخرة لا يأتي منها شيء في الحياة الدنيا، إنما في البرزخ، لأن الدور ثلاث: دار الحياة الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، دار الآخرة. نعم.